السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد التحية ونلتقي في فيديو جديد. نتحدث اليوم عن أستاذ دكتور مفيد شهاب، وهذه صور حصرية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في 11 يوليو 1998. أستاذ دكتور مفيد شهاب وكوكبة من علماء مصر. المفكر القانوني والسياسي الكبير الأستاذ الدكتور مفيد شهاب. من التلفزيون المصري ومع المذيعة درية شرف الدين، لقاء مع أستاذ دكتور مفيد شهاب اليوم 19 أغسطس 2021. أستاذ دكتور مفيد شهاب عمل وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، هو أستاذ قانون دولي وترأس مجلس الشعب لفترات طويلة. أثر الدكتور مفيد شهاب في الثمانينات الفكرة القانونية المصرية بمؤلفات مهمة، أبرزها المنظمات الدولية والقانون الدولي العام وقانون البحار. في عام 1968 تولى رئاسة أول منظمة للشباب في مصر، وفي عام 1997 تولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفي عام 2005 اختير وزيرا لشؤون مجلسي الشعب والشورى، ثم وزيرا للمجالس النيابية والشؤون القانونية. وشارك الدكتور مفيد شهاب في أكبر قضية تحكيم دولية بعد حرب أكتوبر المجيدة لاستعادة طابة والعالمية، منها وسام الجمهورية من الطبقة الأولى وجائزة النيل في العلوم الاجتماعية عام 2019، كما حصل على وسام فارس من إيطاليا ووسام الشرف من فرنسا. أستاذ دكتور مفيد شهاب، الصور حصرية. وأنا كذلك سعيد أن أكون في برنامج المتميز اللي بتابعه باهتمام. شكرا يا دكتور. يعني الحقيقة مش عارفة من أين أبدأ. هل أبدأ من اسكندرية، من حي محرم بيه؟ قوي. اتفضل. ما هي محرم بيه ده الأساس. تمام. أنا من مواليد اسكندرية ومن حي محرم بيه، وطبعا مراحل الدراسة الأولى في روضة الأطفال والابتدائية والثانوية والجامعة كلها كانت في اسكندرية. وذكرياتي عن اسكندرية جميلة جدا طبعا، ولا أنسى فضل اسكندرية عليا. يعني هذه النشأة البحرية المفترض أنها الوجه الآخر لأوروبا مثلا، هل أضافت لحضرتك حاجة من البداية؟ والله اللي قلتيه حضرتك انها جزء من اوروبا او الجانب الاخر من اوروبا ده صحيح. لما اتكلم عن اسكندريه اللي انا اعرفها اللي عشتها في الاربعينات والخمسينيات، لم تكن تقل ابدا في مستواها ومعمارها وحضارتها ومؤسساتها عن اوروبا. الحقيقه يعني انا تعليمي الابتدائي والثانوي والجامعه كله في اسكندرية، نشاطي كطفل ثم كصبي ثم كشاب في جمعية الشبان المسيحية، في نادي الاتحاد السكندري، في مسرح الليسي الفرنسي في النشاط الثقافي والمسرحي وغير ذلك. يعني كانت حياة مليئة جدا، ولا أنسى أبدا فضل من علمني، خصوصا في المدارس مراحل التعليم الأولى، مدرسة الابتدائية والثانوية، معلمين على أعلى مستوى لا أنسى فضلهم عليا. وكذلك الجامعة، كلية الحقوق وجامعة اسكندرية، كانت في بداية يعني نشأتها، وتدلمست في كلية الحقوق في الأربع سنوات على مجموعة من خيرة أساتذة القانون. لماذا اخترت الحقوق دكتور مفيد؟ الحقيقة أنا لم يكن لي دور في اختيار الحقوق، أنا كنت ميال أكتر إن أنا أدخل كلية الآداب قسم اللغة الفرنسية. ليه؟ لأن أنا درست في مدرسة فرنسية اسمها الليسي فرنسي في اسكندرية ابتدائي وثانوي، فكان أملي من
القراءات اللي شفتها. حضرتك ايه أهمية البعثات العلمية في جامعاتنا؟ وهل هي في حالها الجيد حاليا؟ يعني أمانة أنا أرجع يعني إذا كان تكوين القانوني الحالي جيد نسبيا فالفضل يرجع للسنوات اللي أنا قضيتها خارج مصر. صحيح أن أنا بقول الأساس أخذته من كلية الحقوق في جامعة اسكندرية، إنما التكوين القانوني العميق والبحث القانوني العالي المستوى والأساتذة الكبار والأبحاث المتميزة جدا كل ده شفته نمرة واحد في فرنسا ونمرة اتنين في إيطاليا ونمرة ثلاثة في إنجلترا. وأنا قعدت بعثة يعني مجموع السنوات اللي قضيتها في الخارج كانت حوالي 6 سنوات أو أكتر شوية، كونيتي تكوين متميز جدا على أساسه رجعت أبني وأكمل، ولولا هذا التكوين ما كنتش بقيت بهذا المستوى الحقيقة. يعني لولا هذا التكوين الذي كان ناتجا للبعثات العلمية قولا واحدا. عشان كده أنا بسأل حضرتك يعني حال البعثات العلمية في جامعاتنا الآن. أنا بس عاوز أضيف لحضرتك هو مسألة البعثة الدراسية في الخارج مش ميزتها بس في تخصصي القانوني، إنما فيما أكسبتني فيه من خبرة وتعرف على حضارات أخرى وثقافات أخرى، خصوصا المبعوث اللي يستفيد من إقامته، وأنا كنت من هؤلاء. يعني أنا كنت دايما أتابع الأوبرا، الأوبرا كوميك، الكوميدي فرانسيز، كل حاجة دي أروحها، المتاحف، أعيش مع أسر فرنسية. فتكوين الشخصية في الخارج والإنسان يعتمد على نفسه شيء في غاية الأهمية، يعني ليس فقط استفادة دراسية ولكن حياتية بشكل عام. دراسية جزء، وإذا كان البعثات هتختصر بأن واحد يروح ياخد شهادة ويرجع يبقى الأفضل يبقى في مصر وياخد الشهادة في مصر. إحنا رايحينك عشان تنقل حضارة وتيجي بثقافة وتيجي بفكر جديد وتيجي بخبرات وتيجي على. ولهذا أنا يعني بيعز علي حاليا إن البعثات بقت أقل من أيامنا، أقل عددا وطبعا العدد مع نسبة وتناسب، معنا خلال عدد برضو السكان في ذلك الوقت قليل. إنما يعني أنا أذكر لما سافرنا البعثات كنا 350 بعثة سافروا مرة واحدة في مختلف التخصصات، إعلان في الصحف يتقدم. فأنا قدمت وأنا معيد في حقوق اسكندرية واخترت لمعيد في القاهرة. فأنا الحقيقة أرجو، صحيح دلوقتي بيعملوا منح لمدة سنة أو سنتين، لا لابد أن نعود مرة أخرى للتوسع في إرسال البعثات. طب لماذا تراجعنا في هذا المجال؟ هو طبعا المشكلة مشكلة تمويل ومشكلة ميزانية، يعني ميزانيته بتزداد زيادة كبيرة جدا نتيجة أن عدد الجامعات اللي في مصر دلوقتي كترت، وعدد اللي بيتعلموا أضعاف اللي كان بيتعلم زمان، والإمكانيات اللي بتتصرف على منشآت وكده كتير جدا. فللأسف لم يتناسب مع هذا التوسع الكبير توسع أيضا في البعثات، على أساس أن مصر أصبح دلوقتي فيها من الخبرة في مختلف المجالات في الطب وفي الهندسة اللي بيه ممكن المعيد يدرس في مصر، فلا داعي أن يسافر إلى الخارج، أو إذا كان يسافر سنة. فيعني كانت الحجة أن زمان ما كانش عندنا الأساتذة بالعدد الكافي اللي يقدروا يشرفوا على رسائل، أما الآن في مصر عندها، وبالتالي يبقى نقلل شوية من البعثات لأنها بتكلفنا. أستاذ دكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي ووزير مجلس النواب أو وزير الشؤون القانونية، وكان ضمن لجنة التحكيم في مشكلة طابة، عن أستاذ دكتور مفيد شهاب وحواري على القناة الأولى في برنامج حديث العرب وهذه الصور الحصرية. نشكركم ونشكر حسن المتابعة. يعني من غرفتين، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، إيه رأي حضرتك في هذه التقسيمة؟ يعني هل من الأفضل أن يكون المجلس التشريعي مجلسا واحدا أم غرفتين؟ شوف حضرتك النظم في العالم بتختلف، البعض بيكتفي بغرفة واحدة ويقول كفاية كسبا للوقت وإسراعا بإصدار التشريعات، والبعض الثاني يقول لا غرفتين. الغالبية العظمى الآن من الأنظمة متجهة نحو الغرفتين. تمام. الغالبية العظمى. لماذا؟ على أساس أن مجلس النواب بيغلب عليه الطابع الشعبي، يعني اللي أنا بختارهم يبقوا أعضاء في مجلس النواب
هم الناس النواب المرتبطين بدوائرهم ويقدم لهم خدمات ويغلب عليهم طابع الشباب. إنما أنا محتاج إلى جانب هذه الغرفة اللي تقدم خدمات وفيها شباب إلى غرفة أخرى يغلب عليها التخصص والحكمة والخبرة وأكبر في السن وأكبر في الخبرة ومراجعة مشروعات القوانين بشكل لما تشريع يمر على الغرفتين، غرفة يمكن تدرسه بسرعة هي مجلس النواب، إنما غرفة تانية تدرسه بعمق أكثر. فمجلس الشيوخ الغرفة التانية بيتيح وجود الخبرات المتخصصة. أستاذ دكتور مفيد شهاب يؤكد ويرحب بوجود غرفتين وهو البرلمان المصري ومجلس الشيوخ المصري. هذا ما لدينا، نشكركم ونشكر حسن المتابعة، وإن أعجبكم الفيديو الرجاء الاشتراك في القناة لدعمنا ولكي نستمر مع هذه الصور الحصرية. شكراً.